القاصرات أو زواج الأطفال. البعض بيعتبره آفة اجتماعية ومشكلة قانونية من الضروري وضع حد لها. البعض الآخر بيشوف إنه من المحرم منع الزواج المبكر تحت مبرر عدم جواز تحريم ما أحل الله. حملات وأصوات عديدة بتطالب برفع سن الزواج في عدد من الدول العربية. مين يوقف بوجه هذه المطالبات؟ وإيش هي التحديات اللي تواجهها؟ رغم تحديد القوانين، سن للزواج في بعض الدول العربية بعمر يتراوح بين 16 سنة وال20 سنة. لماذا ما زال زواج القاصرات منتشر في المجتمعات؟ وهل تحديد سناً قانونياً للزواج كافي لوضع حد لظاهرة الزواج المبكر؟ من يقوم بتزويج الفتيات والفتيان بعمر مبكر؟ وإيش هي دوافعهم أو مبرراتهم؟ وما هي تأثيرات الزواج المبكر وانعكاساته على الفتيات؟ وهل هذه التأثيرات تأثر على الفتاة لوحدها أم المجتمع بأسره؟